برعاية منظمة المغتربين السوريين، تطوير كفاءات المنظمات والمجالس المحلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم مجالسنا المحلية، والذي نستعرض فيه واقع المجالس المحلية ودورها في خدمة وقيادة المجتمع. من هنا من حي من أحياء حلب المحررة، نحط رحالنا ضيوفا في حي سكني تعرض أهله لقصف بأكثر من 200 برميل وصاروخ، تسبب أحدها بمجزرة تجاوزت 120 شهيدا، كان منهم 2 من أعضاء مجلس الحي. يسكن الحي آلاف العائلات، معظمهم تحت خط الفقر، يقطنون مساكن عشوائية لا تقي من حر أو برد أو قصف. يتميز الحي بتنوع سكاني من مختلف مناطق المحافظة، بالإضافة لاحتضانه مئات العائلات النازحة، كما ينتشر في شوارعه العديد من الأسواق، لعل أشهرها شارع الوكالات. عن حي السكري في جنوب مدينة حلب نتحدث، والذي يقوم ينهض بأعبائه ثلة من أبنائه عبر مجلس المحي عبر مجلس الحي. أعزائي المشاهدين، في بداية هذه الحلقة يسعدنا أن نرحب بالسيد محمد أبو جعفر كحيل، رئيس مجلس حي السكري. أهلا وسهلا بك سيد أبو جعفر. أهلا بكم، حياكم الله. كما نرحب بالسيد يحيى حنبروش، رئيس المكتب الإغاثي. أهلا وسهلا بك سيد يحيى. أهلا وسهلا أستاذ. أعزائي المشاهدين، مجلس الحي في الآونة الأخيرة أعاد تفعيل حديقة الحي، كما قام بترحيل مجموعة من الأنقاض، ولديه مكتب يستجيب لشكاوي المواطنين. هذه النقاط تناولها فريق البرنامج من خلال الريبورتاج التالي. مجلس حي السكري مؤخرا قام بترحيل الأنقاض من عدة شوارع من حي السكري بالتنسيق مع قطاع الأنصاري. هل الأنقاض اللي عندكم ليش ما انشالت؟ ما بعرف، والله الله يصلحنا ويصلحون. تفرج شوفت عينكم. قدمتوا شي شكوى لمجلس الحي؟ قدمنا شكوى، ما استجابوا معنا، ما بعرف والله. ونطلب منهم شو هالآثار اللي الأنقاض الموجودة هون؟ يجوا يتفرجوا يطلعوا البق والوسخ، ويعني شيء مضر لنا. وأربع عائلات، خمس عائلات هون، بأربع خمس عائلات. طيب هذاك لو صار هون يكبوا كمان نفايات فوق المنا، بقى نطلب منهم أخي أن يستجيب معنا ويديروا بالهم علينا. ليش صار لهون الأنقاض موجودة؟ شهرين تقريبا، شهر وشهرين. نعم، يعطيك العافية. الله يوفقهم ويرزقهم ويعطيهم أخيهم، نطلب منهم الرحمة، ديروا بالهم علينا. خطوة إعادة تفعيل وتشغيل حديقة السكري من قبل مجلس حي السكري، إيش رأيك بهالخطوة أنت كأحد أبناء حي السكري؟ والله خطوتها ممتازة الحمد لله رب العالمين، كويسة جدا، يعني مشان الشعب تلعب تسلى. إيه طبعا، شيء أكيد، يعني هو لازم من زمان لازم تنفتح. ايش رايك بتعامل اعضاء مجلس حي السكري مع الاهالي؟ والله تعامل كويس الحمد لله رب العالمين، يعني صار فيه شيء كويس، صار فيه الحمد لله على طول رضا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. اخي شو رايك بمجلس حي السكري؟ ايش هو مجلس حي السكري؟ ما بعرف ايش هو. يعني مجلس حي السكري المسؤول عن تخديم الاهالي في حي السكري. طيب مسؤول عن تخديم الاهالي، وانا من الاهالي ولا بعرفه ولا بيعرفني، ما بعرف ايش هو مجلس حي السكري. ما يعني ما عمل لقاءات، ما دعاكم مثلا للجوامع، ما دريت فيهم ابدا. انا بعمري الحمد لله فضل الله الحركة المشاب، ما نزحت، ما نهار شفت اجى انسان قال لي خيو انا مثلا مجلس الحي اذا لازمك شيء، حتى كمشروع مثلا خزانات، كمشروع بنشوف خزانه تركب ايه، بس مثلا مين وينه شيء، بنشوف مثلا هلال احمر كنا قبل، نشوف مثلا منظمه او جمعيه، بس انه اجى شخص قال يا اخي انا مثلا رئيس مجلس حي السكري ولا انا مجلس حي السكري عملت هيك، لا ما شفت شيء. طيب على الحق على مين انت بتشوف؟ طيب الحق طبعا عليه هون، يعني انا اليوم مجلس حي اعمل جوله بالحي، اشوف الشعب ايش لازمه، مثلا مي لازمه، امبيرات لازمه، مثلا خيو انا المولد ايش عم ياخذ منكم، هل استحكام في شيء تسلط مثل قبل؟ ما في. انا خيو عدم اخذ، يعني ليش ليستحي ولا يجي يقول لي انا خيو، انا يجي يقول انا مجلس حي، كان احنا هون هلا مثلا بهالشارع خيو انا مجلس حي، حدا عنده شكوى بده شيء بقول لك صدق، انا هلا قال لي تاخذنا مجلس حي او له محل، وين محله؟ ما اظن ادلك، ما بعرف لانه
الله يعطيك العافيه. وصاروا تمثيلهم يعني مثلا انا بس اوقات حلب اليوم انتخبوا فلان، رشحوا فلان، نجح. طيب بس ما تريد فيه ابدا. طيب بس حلب اليوم يعني مو لازم كمان لنا صوت لمثل مجلس الشعب انتخب ونجح وتم بالكرسي وصار يمثلنا الحمد لله وهو بعيد ونحن بعيدين. ما بعرف يعني ايش فايدته ايش له. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يقويكم يا رب. الله يعطيك العافيه. انت كناشط من احد ابناء حي السكري، شو رايك بالخدمات والنشاطات اللي بيقوم فيها مجلس حي السكري؟ هلا النشاطات اللي قام فيها مجلس حي السكري طبعا في نشاطات رسميه كثيره، بس هو كمجلس حي يحتاج دائما لدعم المنظمات او جمعيات او مجلس محلي. هلا في نقطه كثير مهمه بدي احكي عليها، قمنا بنشاط من سنه ونص تقريبا بمجلس حي السكري بالتعاون مع منظم من المنظمات زائد المجلس المحلي بالاضافه لمجلس حي السكري. تم تاهيل الملجا صحيا وصار جاهز، عملنا فيه فعاليه وتسكر الملجا، صار له الملجا مسكر شيء حوالي سنه ونص سنتين وهو مؤهل. يعني انا اليوم عم بعيش بحاله قصف بحاله دمار، لازم ادعي الناس الموجوده هون او اوعيهم. ما عندنا ثقافه ان الناس لما بتسمع الطياره تنزل على الملجا ان في خطر او في كذا، كثير راح مثلا صار مجازر هون. طيب ليش الملجا غير مفعل مسكر؟ بصراحة أنا بلوم مجلس حي السكري، في تقصير من مجلس حي، في تقصير من بعض الناشطين. نحن قلت لك شعب هون بحي السكري ما عنده ثقافة إنه يسمع الطيارة ينزل على الملجأ يتخبى. علما إنه الملجأ قلت لي فعال. فعال مؤهل نعم. إذا اللوم يقع على مجلس حي السكري نعم. في عنده تقصير. في تقصير بهالناحية، إنه تجهز ليش مثلا ما في هالثقافة هي نوعي الناس. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. برعاية منظمة المغتربين السوريين، تطوير كفاءات المنظمات والمجالس المحلية. نرحب بكم أعزائي المشاهدين من جديد. سيد أبو جعفر، من خلال الإستطلاع الذي أجراه فريق برنامج في مجلس حي السكري، بعض المواطنين ذكر أنه لا يعرف مجلس حي السكري. هل فعلا أنتم غير معروفون أو ليس ممثلين لأهالي حي السكري؟ الحقيقة هذا الكلام يعني لا يعني أن أهالي الحي لا تعرفنا، ممكن أشخاص 2-3-4 وارد أن يكون هذا الأمر. يعني تعداد حي السكري بحدود 16 أو 17 ألف نسمة، فإذا 5 أشخاص أو 10 أشخاص لم تعرف مجلس حي السكري أمر يعني وارد وأمر عادي، لأن أكثر الناس تعتقد أن مجلس حي السكري هو مكتب الإغاثة. نعم. طيب أنا أريد من هذه النقطة أنطلق. أنت مجلس حي السكري الحالي بتشكيلته الحالية متى تشكل وكيف تشكل؟ مجلس حي السكري تشكل في الحالي في بداية العام في الشهر الثاني. نعم. وأعتقد في 16/2/2016. نعم. وبعد أن أعلن المجلس المحلي بحل مجلس الحي القديم وطلب أو فتح باب تسجيل أو ترشيح لأعضاء من الأهالي الحي لأن يكونوا في مجلس حي السكري، تقدم البعض وثم كانت هناك جلسات ولم ندخل الانتخابات نتيجة التوافقية التي حضرها وجهاء من أهالي حي السكري، وتم التوافقية وانسحب الباقون من أجل أن يستمر الأخوة المرشحون وألا تكون هناك عملية انتخاب، لأن الوقت الذي طرح به موضوع الانتخاب كان وقت تستهدف المدينة بشكل كبير بالبراميل وبالصواريخ، وهناك هجمة شرسة على ما تذكرون على مدينة حلب وكان موضوع حصار حلب. نعم. فالأخوة المرشحون تنازلوا لبعضهم وقالوا لا، نحن في هذه الظروف هاي يجب أن نسارع في عملية أن يتشكل مجلس الحي، وبنفس الوقت كون البلد على وشك الحصار أن يكون المجلس يعني يباشر أعماله في أسرع وقت ممكن. نعم. إذن هل آلية التوافق التي تمت شملت معظم الفاعلين في الحي؟ طبعاً آلية التوافق هي ضمت الناس الذين كانوا مرشحون. نعم. وكان عددنا على ما أذكر تقريباً 10 أشخاص، ومجلس الحي يتألف من 8 أشخاص، فانسحب 11 شخص، انسحب 3 أشخاص وبحضور ممثلين
نعم. عن الفعاليات في حي السكري ووجهاء حي السكري، أكيد ما راح تحسن تدعو كل الناس في حي السكري. أنتقل للسيد يحيى. سيدي، نحن الآن طبعا مبارك طاعتكم في شهر رمضان المبارك، كيف استعد مجلس الحي خاصة كمكتب إغاثي لشهر رمضان المبارك، وهل هناك فعاليات خاصة كانت لدعم الأهالي في شهر رمضان المبارك، وخاصة أن حاليا حلب تشبه محاصرة ناريا؟ حقيقة قمنا بالتواصل قبل شهر رمضان بعشرة أيام مع تقريبا 90% من الجمعيات والمنظمات اللي عم تشتغل بمدينة حلب. حقيقة كان في وعود كثيرة من المنظمات، نعم، ولكن ما كان في العدد المطلوب اللي نحن طلبناه. بتعرفوا شهر رمضان المبارك يعني أكثر الناس بتميل لوجبات الإفطار، نعم، بحيث أنه تأخذ وجبات إفطار. قمنا بالتواصل مع جميع المنظمات والجهات الإغاثية. الحمد لله حصلنا على شيء، ولكن مو العدد الكافي. كم عدد الوجبات او وين هي المنظمات او الجمعيات التي دعمتكم في ذلك؟ المنظمات اللي دعمتنا بموضوع، طبعا نحن عم نحكي عن وجبات الرمضانية، نعم، وجبات الافطار، 50 وجبة فقط من هيئة الشام، نعم، الإسلامية، و150 وجبة من جمعية عطاء، نعم، ووعدونا ايضا بعض الجمعيات مثل تراحم مثل اغاثه الملهوف انه ان شاء الله راح يتم التوزيع على اهالي حي السكري. ولكن بسبب الهجمه الشرسه على طريق الكاستيلو بعض المنظمات فعلا ما عاد تحسن تشتغل يعني بوجبات الافطار. نعم، اذا كانت هو الواقع طريق الكاستيلو هو الذي اعاق موضوع التفاعل المنظمات مع شهر رمضان. طبعا كان التفاعل بصراحة قبل ما يكون الهجمة الشرسة على الطريق كان تفاعل أكبر، ووعدونا بكميات أكبر من هيك، نعم، ولكن بصراحة لما صار القصف على طريق الكاستيلو ما عاد في إمكانيات أنه يدخلوا ويطلعوا، وفي حوالات مالية كبيرة ما بتصل من على طريق مكاتب داخل حلب، نعم، يعني دين يطلعوا هي إجباري، المنظمة رح تطلع تستلم بإيدها من المعابر، فصار في خوف من الطريق، فما عم يطلعوا بيجيبوا الحوالات المالية اللي بدهم يشتغلوا فيها في مدينة حلب. أعود للسيد أبو جعفر. سيدي، في مجلس حيكم لديكم مكتب للشكاوي، تستقبلون شكاوي المواطنين. خلال استطلاع بعض المواطنين شكى لنا أن شارعه فيه أنقاض، تراكم الأنقاض، حتى أن بعض من غير شوارع تم ترحيل أنقاض إلى هذا الشارع. كيف تستجيبون لمثل هذه الشكاوي؟ كيف تعالجونها؟ الأخ ذكر أنه راجعكم وراجع مجلس مدينة لكن قضيته لم تحل. صحيح، طبعا جنابك قبل التصوير بتذكر فرجيتك مجموعة من الشكاوي، حولها قسم الشكاوي إلي كرئيس مجلس حي من أجل دراسته وتحويله إلى المكتب المختص. هذا الشخص الذي اشتكى، لن أقول بأن كلامه غير صحيح، نعم، نحن الآن وخاصة بعد قصف أو تسكير طريق الكاستيلو لم ينعكس فقط على الأخوة الصائمين في رمضان من أجل عمليات الإفطار وسواه، وأنا أحب يعني أن أعرج بس بنقطة بسيطة على موضوع أخونا يحيى في موضوع رمضان. معروف رمضان في المناطق المحررة تنشط فيه كل الجمعيات، نعم، الخيرية والإنسانية والأصدقاء وأهالينا في المغترب يحولون أموالهم أثناء شهر رمضان، إلا أن هذا الشهر الفضيل في هذا العام كان شهر يعني فيه شح شديد نتيجة انقطاع طريق الكاستيلو من قبل النظام. وأيضا هذا الأمر كلنا يعلم أن الإمكانيات محدودة لدى مجلس المدينة والدفاع المدني من آليات وسواه، وخاصة أن هذه الآليات قد تعرض الكثير منها للعطل نتيجة القصف أو نتيجة الأعطال الفنية التي تحصل عادة نتيجة الاستخدام. نعم. فنحن في بادئ الأمر قمنا أو قام مسؤول المكتب الخدمي في مجلس الحي بالتنسيق مع قطاع حي الأنصاري، ورحلنا قسم كبير من الأتربة ومن المواد التي هي عبارة عن مخلفات للقصف، وقمنا أيضا بجمع بعض هذه الكميات من الحجارة والأتربة القليلة في مكان معين حتى يسهل
لأن الكميات التي تكون بشكل قليل ممكن بوك صغير أو أي شاح أي يعني جرار صغير أن يقوم بهذا العمل. أما العمل في الكميات الكبيرة تحتاج تراكسات، والتراكسات كبيرة لا تستطيع أن تدخل إلى الحارات، وكما شاهد جنابك في استطلاع الذي أجريته أن حاراتنا ضيقة ولا تتسع لأتركس كبير، فنقوم بجمع هذه الأتربة أو هذه أو هذا الركام في منطقة معينة حتى يسهل على التركس سحبه إلى السيارات التي تقوم بنقله إلى خارج المدينة. ولكن نتيجة الضغط على طريق الكاستيلو ونتيجة القصف الدائم واليومي ليل نهار على المدينة، هناك العديد من الآليات لدى الدفاع المدني ومجلس المدينة خرجت عن الخدمة. نعم. نتيجة إذا أنت ترى الموضوع هو موضوع عجز. نعم. وليس موضوع تقصير. لا ليس تقصير. طب أنا أريد أن أسأل، لدى مجلس المدينة وقطاعات مجلس المدينة مراكز الشكاوي وكذا، وجود مكتب شكاوي في مجلس حي ماذا يسهم في في خدمة الناس؟ كلام أو جميل. ما الذي أسهم به؟ كلام جميل. تعرف في ظل الحروب وظل الفقر المدقع الذي يعانيه أهلنا في المناطق المحررة، البعض قد لا يكون يمتلك أجار تاكسي أو أجار سيرفيس. نعم. فنحن كمكتب شكاوي في مجلس الحي نخفف عن المواطن أن لا يذهب إلى مجلس المدينة أو إلى مجلس المحافظة، نتلقى منه الشكوى إن كانت تحل من قبلنا كمجلس وهي ضمن إمكانياتنا نحلها، أما إذا كانت خارجة عن نطاق إمكانيات تنفيذها نقوم بإحالتها إلى مجلس المدينة أو إلى المحافظة، وهكذا نكون قد قصرنا مدة حل الشكوى وبنفس الوقت أرحنا المواطن من عبء التنقل والانتقال من دائرة إلى دائرة. أعود للسيد يحيى. سيدي، حي السكري تقطنه العديد من العائلات، آلاف العائلات من يعيش منهم تحت خط الفقر، هل المنظمات الإغاثية تراعي هذا الموضوع بالنسبة لتوزيع حصصها بالأحياء؟ هل الأحياء التي سكانها معظمهم من الفقراء نسبة التوزيع فيها موازية للأحياء التي يكون واقعهم المعيشي أفضل؟ هل هذا الأمر مأخوذ بعين الاعتبار؟ بالنسبة للمكتب الإغاثي بحي السكري لدينا موثقين 2300 عائلة. نعم. طبعا اللي مسجلين واللي موثقين بمكتب الإغاثي. نعم. يعني معظمهم 95% من العائلات تحت خط الفقر، ونحن موجودين حاليا ثلاث منظمات. نعم. تدعم حي السكري، الإغاثة الإسلامية تدعم بألف حصة، ألف حصة كفالة شهرية، بيبل النيد أيضا تدعم ب 300 حصة شهرية. نعم. وبعد التحسن الملحوظ اللي شافوه عن حي السكري وعدونا أنه إن شاء الله رح يزودوهن لل 500 كفالة، وتكافل الشام عم تدعم ب 270 حصة أيضا كفالة. نعم. ف 1570 حصة عم تتوزع على 2300 شخص، يعني تقريبا 2300 عائلة، يعني تقريبا عندنا 800 عائلة غير مكفولين، ومعظمهم مثل ما حكينا انه 95% من العائلات هي من الاساس تحت خط الفقر، فال800 الموجودين الغير مكفولين ايضا هن بحاجه اغاثه شهريه. فالمنظمات صراحه حطه نظام الكفالات، نظام الكفالات هو اللي عم يعيق هذا الامر، يعني مواطن ممكن انه يحصل على كفاله شهريه 6 أشهر متتاليه تماماً. نعم. ومواطن ممكن إذا ما دخلت أي جمعية أخرى على المكتب لتكفل ممكن أنه 6 شهور متتالية ما يحصل على مادة الإغاثة. طيب أخي يحيى، أنا هذا محور، لكن ما أريد أركز عليه بالتالي بالضبط هو هناك أحياء قد يكون وضع المعيشي أفضل من حي السكري. تمام. هل المنظمات تراعي في توزيعها واقع الأحياء أم أنها تراعي موضوع الجغرافيا؟ مثال حي السكري 1000 حصة، وحي بستان الأصل 1000 حصة، وحي صلاح الدين 1000 حصة، وحي الشعار 1000 حصة، موضوع جغرافي بحت. تمام. أم أنها تراعي فعلا موضوع أنه تفاوت الدخل لدى العائلات من حي إلى حي؟ نعم، هي تراعي تفاوت الدخل، مثلا الأحياء مثل حي السكري، حي تل الزرازير، حي الأحياء اللي معروفة هي شعبية ونسبة الفقر فيها شديدة،
ممكن يراعوا في نسبة الفقر ويزيدوا عدد الكفالات، ولكن مو بالنسبة المطلوبة. نعم. يعني تماما هن بيحسبوا انه انت اذا عندك 2300 عائلة، عندك 1570 عائلة مكفولين، فانت نسبة مثلا 60% الكفالة فبيعتبروها جيدة. نعم. يعني ما عم يراعوا انه ال 800 عائلة الاخرين اللي هن من مكفولين، هن ايضا 800 عائلة بحاجة لمادة الاغاثة. اعود للسيد ابو جعفر، سيدي علاقة مجلس الحي بمجلس المدينة، كيف ترونها؟ كيف تترجم عملية على الأرض؟ ماذا ينعكس تبعية الوحدة الإدارية مجلس حي لمجلس مدينة على أهالي حي السكري؟ الحقيقة كما تعلمون أن مجلس الحي هو أصغر وحدة إدارية. نعم. ومجلس المدينة هو الوحدة الأكبر. نعم. والذي يتبع ثم بعد ذلك إلى مجلس المحافظة. عندما أتبع أنا إلى مؤسسة ما إدارياً وتنظيمياً، يجب على هذه المؤسسة أن ترعاني. نعم. وأن تقدم لي احتياجاتي، وأن تقدم لي ما أطلبه. إلا أن مجلس المدينة ومجلس المحافظة في علاقتهم مع مجالس الأحياء هي علاقة وطيدة وعلاقة جيدة، ويقومون بالسعي لدعم المجالس الأحياء هذا. إلا أن نقص الدعم من قبل الحكومة الدائم أو المستمر لمجلس المدينة يفقد العلاقة ما بين مجلس المدينة ومجالس الأحياء. يعني يتصرفون ضمن الإمكانيات المتاحة بين أيديهم، ولكن لو كان هناك دعم ثابت ومستقر من الحكومة إلى هذه المجالس تكون النتائج أفضل. وأنا أطالب حتى أن المؤسسات الخيرية والاجتماعية والإغاثية أن يكون دعمها منسق مع مجالس المدينة. نعم. أياً كان مجلس المدينة مؤسسة من مؤسسات هذا البلد، لكن التوزيع العشوائي، يعني كنت عم تسأل أخونا هل هو توزيع عشوائي أو لا؟ نعم، هناك توزيع شبه عشوائي، لأن العلاقات الشخصية المرتبطة ما بين مجلس الأحياء مؤسسات الإغاثية هو الذي يحكم هذه العلاقات تحكم وليس المعايير. ولكن عندما يكون مكتب الإغاثة بمجلس المدينة أو مجلس المحافظة مفعل، وهذه الجهات الداعمة تقدم كل الدعم لهذا المكتب، يكون هناك توزيع جغرافي معتدل مبني على البنية الموجودة في الأحياء. هناك كثيرا من الأحياء ومنها حي السكري هو خط جبهة. نعم. وصلاح الدين وكرم الطراب وسواه لا يؤخذ بعين الاعتبار نتيجة العلاقات الشخصية. هناك كثير من المجالس تحتاج إغاثة وأدوية أكثر. أخي أبو جعفر، هل يعقل مجلس مدينة المفترض أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأحياء تحكم العلاقات بينه وبين مجالس أحياء؟ أنا لا أقول عن مجلس المدينة، عن المنظمات أم مجلس مدينة التوضيح؟ عن المنظمات. أنا أقول لو أن المنظمات نسقت. نعم. وأجرت مسح بالتنسيق مع مكتب الإغاثة في مجلس المدينة، ومجلس المدينة هو الذي أخذ الرؤى الواقعية على الأرض من مجالس الأحياء، يستطيع أن يخدم أو يعني نعم. أن يكون أقرب إلى العدالة في توزيع الإغاثة وسواها من المواد. أثناء دخولنا للحي لاحظنا أن حديقة السكري تم تفعيلها من جديد، وطرحنا هذه النقطة أيضا في خلال استطلاع الرأي، وكان لها آثار إيجابية رغم المخاوف الأمنية لموضوع تجمع الناس في هذه الحديقة. ما هو الدور الذي قام به مجلس الحي لتفعيل الحديقة، وما هي أهمية هذه الخطوة؟ الحقيقة عندما تم تشكيل مجلس الحي وتم توزيع المكاتب، عندنا كان فراغ لعضوين. نعم. يسميان متممان. نعم. فأنشأنا من تسمية لأحدهم هو مكتب، أسميناه يعني مشاريع، مكتب المشاريع، لأننا بصراحة في هذه الظروف لا نستطيع أن نقدم شيء. نعم. كل ما نقوم به نحن كمجالس أحياء ومجالس مدن ومجالس قرى يقوم على الانفعالية وعلى ردات فعل. حلب ستحاصر، نتحرك لأن نقيم. صار قصف مركز حلب، نتحرك. عندما أحدثنا هذا المكتب كانت غايتنا أن نؤمن إلى مجلس الحي دخل معين. نعم. نستطيع من خلاله استخدام هذا الدخل
في فائدته وتعميمه على أبناء الحي. نعم. فقمنا بتنظيف الحديقة بشكل كامل وأعدنا هيكلتها وأعدنا إصلاحات بعض الشيء وبنينا فيها كافتيريا ووضعنا فيها مأكولات. نعم. أيضا هذا كان حرصنا في بأن تكون المأكولات هنا بأن لا يشتري الطفل الذي يأتي إلى الحديقة مع والدته من الباعة الجوالين الذين لا يعرف مصدر. نعم. المواد التي يبيعونها قد تكون مواد ملوثة وسواه. نعم. إلا أن القصف المستمر والدائم الذي يعني كان تمويل تنظيف الحديقة قام أحد الأخوة في أعضاء مجلس الحي وهو رئيس مكتب المشاريع بتمويل هذا الأمر وأيضا. نعم. يعني مول مازوت المولدة في الحي يعني. نعم. نحن نطالب أن يكون لكل مجلس حي ميزانية مستقلة يستطيع أن يتحرك بها. عندما تكلمتني قبل قليل عن موضوع الأتربة وسواه نعم عندما يكون عجز هناك في مجالس المدن أو في. نعم. عند الأخوة في الدفاع المدني أو سواه عندما يكون أنا عندي مقدار بسيط من اكتفاء ذاتي أستطيع أن أستأجر. نعم. نعم. في المحور الأخير أريد أن أختم بهذه النقطة سيد يحيى هل هناك أماكن في حي السكري يمكن زراعتها؟ يوجد أماكن ممكن زراعتها وتواصلنا نحن مع أحد المؤسسات والمنظمات في عندنا مساحة جيدة على سطح الملجأ. نعم. حاولنا أنه نتواصل مع مكتب البذار بمجلس. نعم. المدينة وتواصلوا الشباب أعضاء المجلس مع المكتب وممكن إن شاء الله أنه يتم زراعته يعني هل لديكم أنا أريد أن أوضح للناس هل لديكم خطة أو في طور إعداد خطة لتفعيل أو تسوير هذه المناطق؟ نعم نحن تواصلنا مع المنظمات. نعم. وصورنا المنطقة وإجوا خبراء فحصوا الأرض تماماً وقالوا إنه هي صالحة للزراعة وممكن تزرع يعني بأيام لا سمح الله لا قدر الله أي حصار ونحن عم نشتغل على هذا الموضوع وممكن عندنا مشاريع أخرى مثل مدجنة. نعم. أو مكان نقوي فيه بعض الحيوانات المثمرة. نعم. لأيام الحصار وعم نشتغل إن شاء الله على هالمشاريع بإذن الله تعالى. إذا سمحت لي بدعقب على كلام أخونا يحيى. تفضل. حي السكري في المنطقة الشرقية منه. نعم. على مستوى الحدود مع حي كرم النزهة يمتد نهر قويق. نعم. أو نهر الشهداء وهناك مساحة لا بأس بها واسعة جدا وهي أراضي زراعية في الأساس. نعم. يمكن الآن استثمارها. تم التواصل مع أخوتنا في مجلس المدينة حيث أمنوا بزار وأسمدة إلا أن هذا المشروع يحتاج بصراحة إلى خبراء زراعيين يقومون بالإشراف عليه ومتابعته ولكن أقول لك نتيجة القصف الدائم على حي السكري وسواه وخاصة مناطق البساتين وسرير النهر مناطق. نعم. مكشوفة هو الذي جعل أصحاب هذه البساتين أو العاملين فيها. نعم. أن يهجروا أرضه. النقطة الأخيرة التي أريد أن أختمها معك أخي أبو جعفر أثناء الاستطلاع أيضا أحد الناشطين في الحي ذكر أنه من خلال قبل عام ونصف تم تهيئة ملجأ وتم افتتاحه وكان في تنسيق بين مجلس حي ومجلس مدينة ثم تم إهمال هذا الموضوع هل هناك خطوات خاصة في ظروف القصف التي نعيشها هل هناك خطوات لتفعيل ملاجئ أماكن آمنة كان في حي السكري نعم هذا الكلام صحيح تم إعادة تفعيله هو فعلناه نحن في بداية دخول الجيش. نعم. الحر وهو مفعل وفيه كافة الخدمات ولكن للأسف المواطنين لا يتجاوبون معنا عندما نطلق صافرات الإنذار. نعم. في الشوارع ونفتح كنا يوميا أبواب الملجأ. نعم. لا يلبي أحد. إذن نحتاج حملات توعية في هذا السياق. في الختام أشكرك شكر جزيل سيد أبو جعفر محمد أبو جعفر كحير رئيس مجلس حي السكري أهلا وسهلا بك أخي أبو جعفر. أشكركم جزيل الشكر وأشكر برنامجكم الذي يتواصل مع مجالس الأحياء التي هي صوت المواطنين وأقول لأهلنا في سوريا كل عام وأنتم بخير. ورمضان القادم إن شاء الله رمضان نصر وتحرير بإذن الله تعالى كما أشكر السيد يحيى حنبروش رئيس مكتب الإغاثي شكرا جزيلا أخي يحيى نشكر الشباب ونشكرك شخصيا أستاذ علي حلاق على اللفتة الجميلة وإن شاء الله رمضان القادم بيكون رمضان نصر وتمكين وفرج على أهالينا في الشام مباركة بإذن الله تعالى من هنا من حلب
من حلب الصامدة، من حلب الصابرة، من حلب التي يتآمر عليها أعداؤها، صامدة بأحيائها، صامدة بأبنائها، صامدة بتاريخها. كنا وإياكم أعزائي المشاهدين في ضيافة مجلس حي السكري. أشكر فريق البرنامج الذي ساهم في إعداد وأخراج هذه الحلقة، والشكر الأكبر لكم أعزائي المشاهدين. كما أشكر منظمة المغتربين السوريين التي تساهم في رعاية البرنامج. هذا علي حلاق يحييكم، أستودعكم الله في حفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.